اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من تنجداد. هنا متابعي قناه شوف تيفي ومن امام هذا الفضاء الجميل اللي في الحقيقه فضاء بالباعه المتجولين اللي مسدود تقريبا او على مقربه 4 سنوات. الفضاء ها هو والباعه فينا هما. هنا كنشوفوا متابعي قناه شوف تيفي ان اغلب الباعه المتجولين اللي كاينين هنا فقط انهم على برا. من المسؤول على هذا الفضاء اللي مسدود ومن المسؤول ايضا على هذا الفوضى اللي كاينه فقط ديال الباعه المتجولين؟ والله يرزق شي من شي والله يرزق كل واحد، لكن في الحقيقه فكيف يعقل ان فضاء جميل بليطواليت ديالهم بالمراحيض، فضاء اللي هو على الاقل انه مغطي، فضاء نقي، وكنشوفوا الباعه المتجولين واش الاشكال كاين في الباعه المتجولين ولا كاين في المسؤولين اللي مسدود اللي سادين هذا الفضاء ولا فين كاين المشكل؟ هنا متابعي قناه الشعب غادي نحاولوا ما امكن تطرقوا لمجموعه ديال الباعه ديال المتجولين اللي كاينين هنا في مدينه تنجداد ونسولوهم على هذا الفضاء شويه ونشوفوا الرواج كيدير في مدينه تنجداد. الشكر الجزيل لكم متابعي قناه الشعب ولنا عوده مع الباعه. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين والمتابعات ومن قلب مدينه تنجداد متابعي قناه شوف تيفي. الله يرضي انا كنشد لهاد الجهه من قلب مدينه تنجداد. هنا متابعي قناه الشعب كنشوف بانه فضاء جميل، فضاء للباعه المتجولين، لكن على مقربه 4 سنوات متابعي قناه الشعب مسدود. هذا راه شارع عمومي. هنا متابعي قناة شوف تيفي نحاولوا ما امكن نشوفوا هذا البائع المتجول اللي غادي نسولوه على هذا الفضاء ويقول لنا ايضا الرواج اللي كاين في مدينة قلميمة. فدائما نحيي كل المتابعين الغيورين على منطقة تنجداد عذرا. والشكر الجزيل لكل متابعي قناة شوف تيفي. السلام عليكم، اش اخبارك؟ كي دايرة امورك؟ كل شيء مزيان؟ لاباس عليك. ها شوف هذا اش قلت لك، بعدا نسبقوا البيع والشراء ديالك هو الاول. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي هو من امام فضاء الباعه المتجولين اللي على مقربه 4 سنوات وهو مسدود. من المسؤول عن الفضاء اللي مسدود تقريبا 4 سنوات؟ لا راه كنتسنى غير سيدي، غير كون راه كنعرف شنو كنديروا. الله يعطيك الخير. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه شوف تيفي والشكر الجزيل للباعه المتجولين. اعطينا السلام عليكم. السلام عليكم خويا. عافاك بغيت نسولك. الله يعطيك الخير. مرحبا خويا. كان ممكن. اها مرحبا. نسولك الله يعطيك الخير. اها الله يكثر خير. البيع والشراء بعدا؟ هنا بعدا الحمد لله، البيع والشراء الرواج كاين الحمد لله. ما خاص خير الحمد لله، كل شيء بخير، الامور راه مزيانه مزدهره الحمد لله ربي ونشكره. غير هو غير هاد الكرفيشي شويه وهاد الغبره هكا تضرب الشانطيات، تعرف الناس الغبره والطوموبيلات هي اللي كاينه. والسلام ما تنتمناو ان شاء الله غير هاد المارشي هذا يحلوه ويعطونا شي بليصات من داخل ويحلوه هاد المارشي ان شاء الله ويعطونا بليصات فيهم من داخل ان شاء الله باش تاعنا نخرجوا الغبره وهذه وهذه. والحمد لله راه ما خاص خير. هذا تقريبا نقول شي 3 سنين هكاك، 3 سنين ونص الله اعلم اودي يا اخي. هذا الشيء ما كاين. ان شاء الله. يعني دابا انتم كتفرشوا فقط غير على برا؟ غير على برا دائما، انت تشوف الشارع راه عامر، كل شيء على برا. ايه تبارك الله فيه المراحيض، فيه كل شيء، مراحيض فيه البيوت، فيه اللي يكريو للناس فيهم كل شيء، ولكن تنتمنوا حتى حنا يحلوه ان شاء الله، اصحاب البلديه يحلوه ان شاء الله ونتكلوا على الله حتى حنا يعطونا شي محل داخل ونخرجوا هذه الغبره ونخرجوا هذا الشيء هذا كامل وهذه الله يكثر خير. يعني فين كاين شكون المسؤول على هذه القضيه؟ هذيك الله اعلم. دابا كتشوف بان تلبيع المتجولين ما كيبغيوش يجلسوا حتى ما تيبغيوش، كاين الناس نعرفهم انا جاو فاس من الناس تيبغيو ينشروا حدايا هنا تيقول لك اخويا احنا عندنا حوايج نقيين غادي نجيبوهم لهنا للسوق غادي يتغبروا لنا. وفعلا حتى هما الناس تيبغيو يجيو الناس جوالين من بعاد اخرين ينشروا، ولكن هذه الغبره وهذا الشيء ما تيقدرش عليه. هذا الفضاء يكون نقي من الاحسن على برا. ها لا من داخل احسن، لان الحوايج كنقيين دابا هنا الطوموبيلات الغبره انت تعرف الطوموبيلات الكاميولات وهذه. اللهم تنتمناو ان شاء الله ندخلوا من داخل ويديروا لنا شي محل تما ويكريوهم لنا ولا هذه على حسب البلديه ونتكلوا على الله ان شاء الله ويكون البيع ان شاء الله مزدهر المليان اللي قدام ان شاء الله. قالوا لي بانه تقريبا شي سيمانه هنا السيمانه كانت تفتح ولكن لقاو كل شيء ولا كيهرب. ندخل لا ما بخبريش انا هذيك، انا ما كانش تيهرب، انا تنتمنى لو كان حلو حتى انا نكري من اليوم كاع، ماشي مشكل اخويا. انا شحال دابا نيو انا هنايا تنحطينا لا
دابا عام ونص وانا تنشر هنا غير هنا في الشارع في هذه البلاصه نيت بالضبط. هادشي اللي كاين. وعلاش انا جالس هنا؟ جالس انا هنايا وردت انا بان ربنا يفتحهم داخل تري عطيتي انا شي بلاصه تنتمنى هادشي اللي كاين ان شاء الله. وتنشكركم بزاف وتنشكروا هذه الاذاعه ديالكم وتنشكركم جميعا تتساراو وتتوجهوا لنا وتوريو لنا مصالح اللي ما تنعرفوش. الله يكثر خيركم ويجزيك بخير وانتم معنا وحنا معكم ومرحبا بكم ومرحبا بنا في جدة تيفي. تبارك الله عليكم مرحبا بكم على الراس والعين. تبارك الله عليك سي احمد بن الهواري الله يعاونك اخويا. شكرا بزاف. تحيه لهذا الرجل الطيب لانه في الحقيقه قلب كبير واللي كنتمنى له ان شاء الله الخير والله يجيب له ان شاء الله كل خير. الشكر الجزيل لكل متابعي قناة شوف تيفي ومن هنا متابعي قناة شوف تيفي ومن أمام هذا البائع المتجول ومن أمام فضاء البائع المتجولين كنشوفوا بأن منتظر منتظر اش غتقول فمن أمام هذا الفضاء الرائع متابعي قناة الشعب كنشوفوا بأنه مسدود يعني أربع سنوات وكل البائع متابعي قناة الشعب يعني على برا. فدائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات والشكر الجزيل لهذا الباعة المتجولين. فمن هنا متابعي قناة شوف تيفي أجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة الشعب. كبائع آخر متجول متابعي قناة الشعب ونحاول ما أمكن نشوفه واش يعطينا ارتسام حول هذا الفضاء وحول البعشرة اللي كاين عليه في تين جداد. اعطينا يعني تيلا ما بغيتيش تبان ماشي مشكل غير الصوت هاك نشدو لك الحويجات وقلنا لا 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 عاودنا شويه على البيع والشراء اللي كاين وهذا الفضاء هذا اللي كنا كنتمناو انكم تكونوا لداخل فيه من احسن من هذه الغبره هذه واحسن من هذا التكرفيصات كان راه بلا المكسيره خاص الفضاء يكون كبير شويه غير شويه ولا شويه في نتمنوا من جلالة الملك محمد السادس السوق شوي يطور شوية ما فيهش لا غبرة لا عجاج كنتكرفسوا بزاف ما كاين لا طواليطات في السوق لا والو مازال هاد الفضاء لا تحل غيكون بنادم فيني يقضي حاج السوق حاشاكم كاين فيني غسال دابا راه من السوق تزيد السوق آخر ما كاين واقع هادو القضية فهمتي ولا لا ماشي بحال الفضاء الفضاء كيكون شوية الأناقة شوية بنادم حتى هو كيولي يتحضر ملي كيجي الفضاء ماشي كيجي عشوائيا بحال هذا اللي جاي للسوق كيدوز لك من فوق السلعة ديالك كيتكرفس هذاك في السوق هنايا فهمتي ولا لا ماشي يعني كتكرفسوا بزاف وزيد على الأشباه اللي كاينين هنا واد العجاج اللي كيجي هنايا راه بزاف علينا خاصك شي حاجة تكون مستورة كتجي الشتا كتكرفسنا كيجي البرد كيكرفسنا ماشي بحال الفضاء هذا راه الحمد لله الملك ديالنا طور شويه وزاد شويه بهذا الفضاء القدام كنتمناو من البلديه ديال المدينه ديال الفضاء يفتحوا لينا الفضاء في اقرب وقت. تبارك الله عليك. الشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه تين جداد ومن هنا متابعي قناه شوف تيفي اجدد شكري والف تحيه لكل متابعي قناه الشعب ومن قلب السوق الأسبوعي ومن أمام فضاء لأربع سنوات متابعي قناة الشعب مسدود وبغينا نعرفوا شكون المسؤول. دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات وأكيد متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. نحاول ما أمكن متابعي قناة شوف تيفي أننا ندخلوا يعني للداخل للسوق الأسبوعي ونحاول ما أمكن نجيبو شي ارتسام آخر من بائع متجول. تبارك الله عليك. أعطينا شي ارتسام على البيع والشراء. على البيع والشراء. أش من هذيك؟ شفتي فيه؟ إيه. هاك. علاش؟ على البث المباشر. دابا راك مباشر. راك مباشر نزاع على البث المباشر عاودنا على البيع والشراء البيع والشراء بحال البيع والشراء ناقص ما كاين ما بقاش. ما بقاش البيع والشراء، البيع والشراء ناقص في المناطق ديالنا هنايا راه هذا العام اللي البيع والشراء ناقص أكثر من 80% ناقص البيع والشراء. علاش ناقص؟ كيفاش كتشوف مثلا حنا كنشوفو ناقص؟ حيت ما كاينش الفلوس عند الناس. الفلوس هي اللي تدير البيع والشراء. الناس راه والقدرة الشرائية ما كايناش غلات المواد الأساسية الخضرة اللحم المازوت هو الأساس ديال كل شيء. هذيك 50 درهم.
فهمتي؟ هذا هو المهم. يعني واش من تين جداد ولا من مدينه؟ انا من تين جداد، من هنا نيت. انا ساكن تين جداد. من مدينه تين جداد، واش غادي تقدر تقول لنا على مدينه تين جداد وعلى القدره الشرائيه ديال الناس اللي ما عندهمش، اللي كتستعن فقط غير على الفلاحه، الله يجيب الشتاء من عنده، يعني الشتاء الا ما كانش الفلاحه ما تلوحش. وراه الشتاء هو الاسباب وماشي غير الشتاء، الشتاء وهاد الحكومه هي السبب ديال هاد الشيء كامل. حيت غلا المازوط، حيت فاش غلا المازوط فهمتي هو الاساس ديال كلشي يا اخويا. ما نقول لك ما البيع والشراء، الشتي راه ديما المغرب راه فلاحي، ماشي عاد دابا نقولوا الشتاء ولا هادي. فقبل 2021 ولا 2019 راه ديما المغرب هادشي ديال الشتاء وديال الفلاحه، وكلشي تتسنى السما باش تحت الشتاء فهمتي. ولاني دابا راه ماشي هو السبب، السبب الحقيقي ديال هادشي ديال قله البيع والشراء هو المازوط، وهاد الحكومه كلشي غالي. انا نقول لك الحقيقه هي اللي كاينه اخويا، كلشي غالي، ما كاينش شي حاجه اللي ما رخيصش. شنو شنو؟ لا هادي فوق، هادي ماشي، هادي ما باغينش الناس، هادي ما كاينش البيع والشراء في هادي، هادي ماشي اساسيه. المواد الاساسيه هي الخضره واللحم وهادشي اللي تياكلوا الناس، والزيت البلديه دابا شكون قادر يشري هاد الزيت البلديه؟ 80 درهم 90 درهم 100 درهم، هادي هي الاساس. ما القضيه ديال اللباس وهادشي الاخر راه هذاك الشيء تيتسمى ثانوي، هذاك راه ما تيشريه الناس حتى يبقى لي فين يشري فهمتي. هادشي اللي بان لي انايا هو المهم. الحكومه ما دارتش اللي عليها فهمتي، هادشي اللي بان لي انا. الحكومه ما دايره والو، الغلا راه ديما غالي. دخل السوق تشوف الخضره كي دايره، مطيشه اليوم 13 درهم، 19 درهم، بطاطا 9 درهم، والشيء الاخر هو اللي مهم اخويا. هذا الشيء اللي بان لي. الله يحفظك اخويا. ما نتمنى لك ان شاء الله التوفيق. نتمناو لجميع المسلمين اخويا. الله يرحمنا. وهذه من هذا المنبر هذا تندعيو للناس ديال فلسطين وديال غزه، الله يرحمهم وينصرهم من هذا المنبر هذا ديال تين جداد. تحييكم يوسف من تين جداد. بارك الله فيك، تبارك الله عليك. اللهم انصر اخواننا متابعي قناه شوف تيفي، والشكر الجزيل لكل متابعي قناه الشعب ومن قلب السوق الاسبوعي هنا متابعي قناه شوف تيفي. كنشوفوا بان صرخه المواطنين والباعه ايضا المتجولين واللي كيقولوا فقط بخصوص الفضاء وايضا على البيع والشراء اللي ولا غالي. ونحاول ما امكن متابعي قناه الشعب اننا نستمروا في هاد، الله يحفظك، نستمروا في هاد. الا كنتو فيها فتره تسوق جاوبتك من حقيات. المهم اللي دوا هذا هو السوق متابعي قناه شوف تيفي واغلب ساكنه المنطقه. تبارك الله عليك، جعتنا شي كليمانتا خفيفه ظريفه. كيدير امور؟ الله يحفظك. كيدير البيع والشراء؟ وقلنا منين جيتي؟ من سيدي بنور. واش كنت ايضا حتى شوف تيفي كتابع ولا ما كتابع؟ ها؟ كنتابع عادي، ممكن الدراري كيمشيو عندنا لسيدي بنور. تبارك الله عليك. كنحيو ايضا حتى المراسل ديال سيدي بنور جديده. مرحبا، منطقه تين جداد هذه. تين جداد. واخا قول لي بالنسبه للبيع والشراء كيفاش داير هنا في السوق؟ شويه وصافي، الوقت باش اشترك عارف ضروري. يعني ناقص شويه ضروري. يعني كتجيو تبارك الله من سيدي بنور؟ من سيدي بنور. يعني واش كل سوق ولا غير مره؟ كل سوق كنديرو تين جداد، تين غير القلعه. حنا ساكنين هنا في تين جداد. يعني كيفاش دايرين الناس دابا كتشوف يعني القدره الشرائيه ديال الناس تين جداد وديال هذه المدن ديال الجنوب الشرقي؟ لا عمر هذا القدره الشرائيه، واش كاين شويه ديال سميتو كاين شويه ديال الرواج ولا؟ راك عارف دابا المنطقه هذه ملي كيطيح فيها الثلج هذا كيكون رواج، راك عارف. دابا مع القضيه مأزمه فيما مشيتي في اي منطقه كاين دابا الحاله هي انا شويه. شنو تقدر تقول للناس ديال سيدي بنور من تين جداد؟ انا ولد سيدي بنور المنطقه ولا سي بوحي راك عارف. هي شي تحيه لسيدي بنور، شي تحيه للناس الاصدقاء ديالك اللي كاينين سيدي بنور واللي غادي يشوفوك من سيدي بنور. اصدقاء ديالي كنحييهم من هذه المنطقه، من منطقه تين جداد، وكنقول لهم انا من وين. انا ما كرهتش نمشي للغربه، ما كرهتش نمشي للاوروب. علاش بغيتي تمشي للغربه؟ البلاد ما عطاتنيش. نعم شنو عطات؟ ما
البلاد ما فيهاش ما كاينش البادير راك عارف، حنا عشنا في المغرب صين تقريبا، عشنا في الشمال في وزان في سيدي بنور في الرباط في تمارة. الشمال ما يحسبش على المغرب؟ وراه محسوب، ولكن راه عاوتاني اوروبا مختلفة على البلاد عندنا راك عارف، عندهم الاخلاق فهمتي كيفاش، هما متخلقين. ماشي كلشي، حنا كاين واحد النسبة قليلة ما كانت شي شحال هذه، ولكن دابا ما بقاش، ولات عندنا واحد النسبة قليلة دابا ديال الأخلاق. الناس اللي كتلاقى معاهم في الشوارع، الناس اللي كتلاقى معاهم في الشوارع فيهم وفيهم، الناس طاب حجر. مرحبا. هير ستف. هنا كنشوفوا متابعي قناة شوف تيفي، واللي أكيد أنني غادي ندير مع هذا الشاب هذا اللي كنتمنى له التوفيق إن شاء الله من سيدي بنور، واللي كيقول لك بأن الغربة هي اللي بغى يمشي ليها، هي الحلم ديالو، شي حاجة أخرى راه ما كاينش. شكر جزيل لكل المتابعين والمتابعات، واكيد متابعي قناة الشاب بقاو معنا في هذا البث، اننا غادي نزيدو نستمروا بعنوان اخر ان شاء الله. غادي ندير لك عنوان ديالك خاص. فدائما نجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة شوف تيفي، وتحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج.